فيديو النهاردة مليان بأخبار حلوة جدا عن ليسا، فيلا بينا. أولا، في إشاعات كتيرة جدا منتشرة بتقول إن ليسا هتسافر قريب جدا لأمريكا وتحديدا للوس أنجلوس عشان تبدأ في تصوير أغنيتها الجديدة بالتعاون مع المغنية الأسبانية روزاليا، والمعلومات دي نشرها مصمم أزياء صيني، واللي تم اختياره عشان يصمم بعض الملابس لإنفي ليسا القادم مع روزاليا، واللي هيتم تصويره من يوم 25 لحد يوم 27 يونيو الشهر ده. كمان الشيء اللي أكد أكتر صحة الأخبار دي هو إن روزاليا موجودة فعلا دلوقتي في لوس أنجلوس. مش بس كده، كمان دلوقتي أليس مديرة أعمال ليسا موجودة برضو في لوس أنجلوس. فبلينك، خلينا مستعدين لعودة ملكة الكيبوب ليسا اللي هتكسر أم الدنيا. كمان الأخبار الحلوة ما انتهتش هنا، فمن بعد ما ليسا قررت عدم تجديد عقدها مع وكالة واجيكا فنانة منفردة، انتبه الجمهور جدا إن حياتها اتغيرت سواء حياتها المهنية أو العاطفية. فليسا راجع لينا بأغنية روكستار وتعاون جديد مع روزاليا، ده غير إنها كملت تصوير دراما وايت لوتس في تايلاند. وفي الوقت الحالي ليسا موجودة في باريس عشان تقضي وقت ممتع مع حبيبها الملياردير فريدريك أرنو، وتحديدا امبارح انتشرت مجموعة من الصور الجديدة ليسا وهي بتتناول وجبة العشاء مع عائلة حبيبها فريدريك أرنو في أحد المطاعم العريقة والمشهورة جدا في باريس. وفي العشاء ده ليسا كانت موجودة مع حبيبها فريدريك أرنو وأخوها ألكسندر أرنو، كمان زوجة أخوه. ومن الصور كان من الواضح إنها فرحانة وهي بجوار فريدريك أرنو بيضحكوا وبيتكلموا مع بعض بسعادة إلى ما لا نهاية. وطبعا الصور دي عملت ضجة كبيرة جدا وانتشرت في كل مكان على مواقع السوشيال ميديا. والمعلوماتك العشاء ده كان عبارة عن احتفال عائلي، لأن مجموعة الفي ام اتش اشترت المطعم ده، وهو مطعم يعتبر من أشهر الأماكن السياحية في باريس. كمان لاحظ المعجبين إن رغم انشغال فريدريك أرنو بأعماله التجارية، ولكن حبه اتجاه ليسا واضح جدا. ففي علامة تجارية شركة مقطع ليسا، وبعدها بدايتين بالظبط أعجب فريدريك أرنو بالفيديو. وفي النهاية احنا كبلينك كل اللي علينا نعمله هو دعم ليسا، سواء بقى في حياتها المهنية أو في حياتها العاطفية. اكتب لي في التعليقات انت هو رأيك في أخبار النهاردة، ولو حابب تعرف أخبار أكتر عن عضوات بلاك بينك خليك متابعني.